اكتشفوا فيها قرى جديدة وتمتعوا بجمال وعذرية الطبيعة الإيفوارية. احتاج الشيء اللي ما كانش في الحسبان. دراري قال هذا الشيء راه اونبا انا باش نقولها لكم اصلح وجه الدار كاميرا كاسيه والله ما كاميرا كاسيه والله اقسم بالله والله المشكل والله نهضر معاك بالصح والله ما كنضحك هو واقفين ما عارفين حتى فين حنا بالها اصلا كلشي كنا عاس حنا لقينا بحال بحال دوب صح اقسم بالله ما زلت هذا الشيء تاول الخير دراري لما تفارات اوتو ستوب بغيب لكم دروب واد ديال المغرب راه يزون الدراري طيب انا تجي حاجه دابا فين حنا راه ماشي في الطريق الاخرى المشكل هذا صعيب باش تنفعوا هذا باش غندفع الله يلا بالصحه والله من بعد ساعتين ديال الانتظار والترقب تمكنوا سفراءنا يواصلوا طريقهم واخيرا يوصلوا للمدينه اللي غادي تكون مسرح الاول مباراه ديال اسود الاطلس في هذا المونديال القاري